اسمي عبد المجيد إسماعيل، عمري 9 سنين. في طلقه الأرض جامدة عبيلها في قام حجر بنت إيدي وكمان أسعفتني التاكسي، كان أبويا معاي وسطار ابن حد مريم، أسعفوني عند باب الهواء عند المستشفى. جيت لهوني لفصل أجر، روح لعب مع رفقاتي بكلمة كنت أول. الحمد لله، بدي اروح العب مع رفقاتي والحمد لله. اجت فكرة تأسيس المركز من المعاناة اللي عم يعانيها المريض بموضوع نتيجة القصف العشوائي للنظام بريف حماة الشمالي. صار في عنا عدد كبير من المرضى الفاقدين الأطراف الصناعية، ففي معاناة عم بتتم بالذهاب إلى تركيا والرجوع، معاناة السفر، معاناة التكاليف المادية اللي عم يتكلف فيها المريض. فمن هذا المبدأ اجت فكرة تأسيس مركز الشام للأطراف الصناعية بريف حماة الشمالي نتيجة لها الحالات الكثيرة اللي عندنا. بالنسبة للخدمات اللي عم يقدمها مركز الشام للأطراف الصناعية، عبارة عن أطراف صناعية سفلية تحت الركبة وفوق الركبة ومستوى الركبة. أهداف المركز إعادة ولو جزء بسيط من الحياة الطبيعية لفاقد الطرف الصناعي بموضوع تأهيله تدريبه وعودته للحياة الطبيعية وممارسة حياته الطبيعية. معظم الحالات اللي عم تتوافد علينا على مركز الشام للأطراف الصناعية 95% من الحالات اللي عم يسببها القصف العشوائي على القرى والمدن السورية. وفي بعض الحالات عم تجينا مثل حالات الأطفال نتيجة المخلفات الحرب أو ما شابه ذلك، عم تجينا حالات أطفال بتور أطراف علوية أو أطراف سفلية نتيجة هذا الموضوع.